اديشن. شو يعني اديشن؟ عملية الجمع. ايش معنى اديشن؟ شوفوني هون، خلينا نعمل مراجعة على النمبرز اللي أخذناهم. يلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. اكسلنت. اليوم إذا حكينا عن عملية الأديشن. شو معنى شوفوني هون، مين يحكي لي هاي الإشارة ايش معناها؟ زائد. بس بالانجلش شو معناتها؟ بلس. ايش معناتها؟ بلس. ايش معنات الزائد بالانجليزي؟ بلس. طيب اكسلنت. شوفوني كمان هون عندنا إشارة شو؟ نشرح عملية الأديشن. أنا حطيت لكم فيهم أقلاع. يلا تعالوا نبلش نعد الأقلاع اللي موجودة عندنا في أول كاسة. يلا نبلش نعد. 1, 2. كان في عندنا قلم؟ 2. 2. بلس. يلا نعد في الكاسة الثانية. كان في عندنا قلم؟ 1. إذا طلع علي 2 بلس 1 إيكوال ايش يعني؟ يساوي. يلا نعدهم مع بعض. 1, 2, 3. اذا كملنا 3 كان 3. يلا 3. اذا 2 بلس 1 ايكوال 3. اكسلنت. شوفوني كمان الكاسه هون. يلا نبلش نعد. راشد. يلا محمد. برافو.